بسم الله والابن الرحيم القدس انا امين حلقه جديده من برنامج ثابت فيك وهناخد النهارده عنوان مهم جدا وهو في مقدمات في اللاهوت الدفاعي اول حاجه علم اللاهوت الدفاعي او علوم اللاهوت الدفاعي بقت من العلوم اللي النهارده بقى بيسمعوا عنها وبنشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكات الانترنت والتلفزيون علشان كده هناخد فيها يعني مجموعه من الحلقات في برنامج ثابت فيك بحيث ان احنا نكون عارفين ايه المقصود بالعلم ده؟ العلم ده احنا ممكن ازاي نستفيد بيه؟ وازاي كمان ممكن يعني العلم ده نتعلمه علشان نقدر نفيد نفسنا ونخدم الكنيسه بيه؟ اول حاجه هنعرفها في العلم ده ايه المقصود بمصطلح الدفاعيات او علوم اللاهوت الدفاعي؟ الناس بتقول انه المقصود بالعلم ده هو فن الرد على الشبهات، مش بس ان انا ارد، لا، لازم ارد بفن لان هدفي الاول والاخير هو ان انا اكسب ناس للايمان وإن الإيمان كمان يكون ثابت بداخل آه قلوب المؤمنين. مصطلح الدفاعيات هو واحد من من فروع آه الفكر المسيحي في الحقيقة بيركز على إثبات آه صحة الموضوعات الجوهرية يعني الموضوعات الأساسية في الإيمان المسيحي بس المنطقية هنا أو الإثبات هنا تكون بصورة منطقية أو بصورة يقبلها العقل بحيث إن كمان غير المؤمنين يقدروا يفهموا ايه هو الايمان بتاعنا كمان في عنوان مهم جدا في مصطلح اللاهوت الدفاعي تقول ان الدفاعيات تهدف الى تحويل المؤمنين الى مفكرين والمفكرين الى مؤمنين يعني مش مجرد واحد بس اتولد مسيحي لا ده يتعلم يفكر يتعلم يقدر يعبر عن ايمانه بصوره سليمه وصياغات دقيقه نقطه كمان بنقول عليها رقم ثلاثة الدفاعيات مش عباره عن رد فعل عدواني يعني علم اللاهوت الدفاعي ده مش علم احنا بنستخدمه عشان نهاجم بيه الناس او علشان نرد على الناس المتشككين في ايماننا بصوره عنيفه، لا، دي في الحقيقه فرصه مهمه جدا ان احنا نعرض اسس وثوابت ايماننا بصوره صحيحه، عقلانيه، باسلوب يقدر يجذب الاخر لايماننا ويثبت ولادنا على الايمان المستقيم اللي هم اتولدوا فيه او اللي هم عايشين بيه. النقطه رقم اربعه في الحقيقه اللاهوت الدفاعي ده بنأكد انه مش علم هجين على الكنيسه، ده واحد من ضمن علوم اللاهوت المسيحي اللي الكنيسه عارفاه من ايام السيد المسيح ويمكن كان من قبل كده. يعني ايه معنى كلمه لاهوت دفاعي في الحقيقه؟ الكلمه دي اصطلاحيا معناها ابولوجيا وده المعنى اليوناني بتاعها، كلمه ابولوجيا معناها الدفاع او المحاماه او قضيه مكتمله الاركان آه يعني تهدف الى اثبات براءة متهم في محكمة أو في محاكمة ما الكلمة دي كده أو الاصطلاح ده حسب في الحقيقة تعريفها في الأدب الوثني أو الأدب الوثني اليوناني هنا دي بتوصف المدافعين في المسيحية في القرون الأولى في الحقيقة أطلق لقب المدافعين على الناس أو على الرسل أو التلاميذ أو الناس العاديين من المسيحيين اللي هم بي يعني بيبقى مشتغلين بإثبات المسيحية وإثبات منطقية الإيمان وإثبات عقلانية الإيمان لغير المسيحيين اتطورت المعنى أو اتطور المعنى لغاية ما بقى مصطلح اللاهوت الدفاعي أو بقى الدفاعيات هو المصطلح اللي الناس تعرفه بصورة أشمل إحنا كنيستنا في الوطن العربي ما كانتش مهتمية أو بالعلم ده من 10-15 سنة تقريبا لأنه ما كانش فيه الحجم من الإلحاد أو التحديات التشكيكية في الإيمان من قبل الملحدين أو المتشككين لكن بظهور الانترنت وبظهور الانفتاح للكنيسه على كل العالم بدا يكون في حاجه ملحه في الحقيقه ان الكنيسه تبحث عن هذا العلم وتعرف ازاي تستخدمه السيد المسيح نفسه لكل المجد طبق علوم اللاهوت الدفاعي والقوانين بتاعتها والاسس بتاعتها في كتير من محاوراته مع الفريسيين والكتبه اللي كانوا بيحاوروه وبيحاولوا في الحقيقه ينقصه من قدره او من يعني من التعليم بتاعه قدام الناس لكن عندنا حد زي معلمنا بولس الرسول استخدم كلمه ابولوجيا وبرضه معلمنا بطرس الرسول في اياته هقول لكم ايه كده او اتنين من اللي استخدمهم بولس الرسول وجاب فيهم كلمه ابولوجيا او آه يعني اللاهوت الدفاعي يقول ايه معلمنا بولس الرسول في رسالته لفيلبي 1 7 يقول ايه بقى كما حق لي ان افتكر هذا من جهه جميعكم لاني حافظكم في قلبي في وثقي في المحاماه كلمه المحاماه دي هي دي ابولوجيا عن الانجيل وتثبيته انتم الذين جميعكم شركائي في النعمه برضو في امثله تانية زي كرونس الاولى 9 3 يقول معلمنا بولس الرسول هذا هو احتجاجي كلمه احتجاجي دي ابولوجيا عند الذين يفحصونني كرونس تانية 12 يقول ايه اتظنون ايضا اننا نحتج لكم امام الله في المسيح نتكلم هنا نحتاج دي هي دي كلمه ابولوجيا اللي بيستخدمها بولس الرسول لكن في نقطه مهمه قوي هنا معلمنا بولس الرسول مش بيركز على الدفاع عن نفسه هو مش بيدافع عن شخصه هنا بيدافع عن خدمه الانجيل بيدافع عن الكرازه بيدافع عن الايمان فهنا بولس الرسول مش منشغل بكرامته الشخصيه هو بيتكلم على ايه قضيه ايمانيه معلمنا بطرس الرسول نفس الكلام في بطرس الاولى ثلاثة يقول ايه بل قدّسوا الرب الاله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة، كلمة مجاوبة دي معناها ابولوجيا، كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. هنا استخدام الآيات لكلمة ابولوجيا معناه انك ترد بمنطق بعقل بمنطقية بالقوانين والأسس اللي احنا هنتعلمها في حلقات قادمة بنعمة ربنا عن اللاهوت الدفاعي. الحكاية مش حكاية انك ترد ويعني تسكت او تهزم اللي قدامك لا ده مش الهدف لكن معناها انك تثبت للي قدامك صحه ايمانك وفي نفس الوقت كمان تقدر تكسب اللي قدامك ليه الايمان المسيحي لو قدرت تعمل ده عشان كده نقول ان المدافع او الخادم اللي بيشتغل في اللاهوت الدفاعي هو مش حد بيعتمد على عضلاته او ذكائه او خبراته او تعليمه لا هو في الاساس هو عباره عن اداه في ايدين ربنا يبقى هنا صاحب المسألة وصاحب القضية الأساسية هو ربنا اللي هيستخدم هذا الخادم في هذه الخدمة يقول كده معلمنا متى في متى عشرة لست لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم عشان كده بنقول إيه بقى إن الشخص المدافع أو الخادم اللي هيشتغل في الخدمة دي هو في الحقيقة اللي محتاج لهذه البركة الكنيسة مش محتاجة حاجة من حد لكن أنت لو قررت تخدم في هذه الخدمة فانت لا تاخد بركه هذه الخدمه طيب لكن عايزين نوضح هنا نقطه مهمه قوي ان الدفاعيات تتوافق مع الكتاب المقدس يعني احنا واخدين قوانينها واخدين تعليمها واخدين الاس بتاعتها واخدين الروح بتاعتها من الكتاب المقدس مش مجرد علم احنا اخترعناه او الناس اخترعوه لا الاساس جاي من داخل الانجيل نفسه طيب هنا ننتقل لسؤال مهم قوي طب ايه اهميه خدمه اللاهوت الدفاعي بصوره ابسط شويه أول حاجة نقول إنه أول كلمة مهمة في خدمة اللاهوت الدفاعي هي إراحة النفوس، يعني إحنا بنريح نفوس الناس اللي بيدور عن الحق الكتابي أو إن الحق فين أو مين الصح ومين الغلط. يبقى هنا أول كلمة في أهداف اللاهوت الدفاعي أو خدمة اللاهوت الدفاعي هي إراحة النفوس الباحثة عن الحق. وترتكز هنا لنقطة مهمة أوي، ان اول حد محتاج يبقى دايما يعني واثق من ايمانه وبيراجع كده الثوابت اللي جواه هو الشخص نفسه اللي بيخدم احبائي ممكن يكون الشخص بيخدم بس هو نفسه فيه حاجات هو مش متاكد منها هنا ما ينفعش يكون خدم له الدفاعي لازم هو يكون اولا واقف على أرض صلبة في إيمانه سواء في علاقته بربنا أو في صياغة المفاهيم اللي هو مؤمن بيها. نقطة كمان مهمة أوي في خدمة اللاهوت الدفاعي هي في الحقيقة بتكشف مدى هشاشة المعترضين. احنا أحبائي كتير جدا بنعتقد إن فلان ده قوي وهو بيشكك في الإيمان أو حتى ولادنا هم بيسألوا عن الإيمان، مش لازم يكون المعترض غير مسيحي يعني. لكن نكتشف لما نيجي نسمع السؤال منه أو التشكيك منه إن هو في حتى ثوابت هو ما يعرفهاش. في ثوابت هو متجاهلها او هو يعني ما قبل كده بالتالي هذه الخدمه تكشف مدى هشاشه المعترضين ومدى قوه الايمان المسيحي في الرد على المعترضين يعني العقيده المسيحيه السليمه بتؤكد صحه الكتاب المقدس والكتاب المقدس يؤكد صحه العقيده المسيحيه طب هنا في سؤال مهم قوي في الحقيقه يعني لازم يكون في هذه الحلقه هل كل انسان ملتزم ان يخدم هذه الخدمه هل كل إنسان ملتزم أن يدافع عن إيمانه أمام كل العالم؟ الإجابة في الحقيقة أيوة لازم يكون كل إنسان مسيحي يقدر يدافع عن إيمانه الحكاية مش حكاية شغل كارزين بس لكن طبعا علشان الإجابة تكون مكتملة كل شخص مسؤول عن أنه يدافع عن إيمانه أو يستعرض نقاط إيمانه حسب ثقافته وتعليمه والبيئة اللي بيعيش فيها ومجتمعه وقدراته الشخصيه مش كل الناس لازم يكونوا يعني بيكتبوا كتب او بيطلعوا يقولوا حلقات، لا مش مش ده المطلوب، لكن على الاقل انك ممكن تدافع عن ايمانك عن طريق انك تعيش مسيحي بصوره حقيقيه وسط هذا العالم. بولس الرسول كمان في مره من المرات بيدافع عن رسوليته، ليه بتدافع عن رسوليتك يا بولس؟ يقول كده انا مضطر ادافع عن رسوليتي لان الناس لو شككت في مصداقيه الرسوليه بتاعتي او مصداقيه رسالتي كده كل اللي انا بنادي بيه وبعلم بيه هيصير بلا فائده ويقول معلمنا بولس الرسول بولس رسول لا من الناس ولا بانسان بل بيسوع المسيح والله الاب الذي اقامه من الاموات حسب غلطيه واحد واحد ليه معلمنا بولس الرسول بيقول هنا او بيدافع عن نفسه بالشكل ده او عن رسوليته بالشكل ده لان لو سقطت عن بولس الرسول مصداقيه رسوليته يبقى سقطت كمان قوه التعليم ومصداقيه التعليم اللي بيعلمه هنختم حلقه النهارده بتعريف مهم اوي ان المدافع المسيحي او الخادم اللي بيشتغل فيه لاهوت الدفاعي هو الشخص اللي بيقدم الحجج والبراهين والدفاع عن الايمان المسيحي المستقيم ومش بس بيقدم لا ده بيكون منشغل انه يطور الافكار ويطور الاساليب ويطور الكلمات اللي بيستخدمها ويكون ملم بالقضايا العلمية والتاريخية والفلسفية والأخلاقية اللي ممكن البعض يعترض بيها على إيماننا، صحيح مش لازم يكون متخصص في إنه يرد على كل ده، لكن على الأقل يكون إيه؟ ملم في إنه يكون عارف إيه القضايا المهمة اللي أولادنا ممكن يسألوا فيها، أو اللي أولادنا ممكن يتشككوا فيها عشان يقدر يجاوب أو يعني يساعد حتى الناس اللي هتجاوب على هذه الشكوك والمخاوف ناخد كده نقطه او نقطتين ونكمل الحلقه اللي جايه ايه اكتر الاهداف اللي المدافع المسيحي او الشخص اللي بيشتغل في هذه الخدمه بيكون عايز يوصل اول حاجه في الحقيقه انه يقدر يجاوب عن سبب الرجاء الذي فيه زي ما قال معلمنا بطرس الرسول انه يقدر يكون مستعد عن مجاوبه كل الذين يسالونه او يعني يعني يتشككوا أو الذين يريدون أن عن سبب الرجاء الذي فيه، بس ده يكون إيه بقى؟ بمحبة شديدة وليس بإقامة عداوة بينه وبين اللي بيسأل. إتنين المحاماة عن الإنجيل وأسس الإيمان المسيحي وتثبيته. عايزين بس نأكد نقطة مهمة أوي هنا. المشكك مش شرط يكون ملحد أو شخص مختلف عن العقيدة، لكن قد يكون حد من أولادنا في الكنيسة. قد يكون المشكك ده أنا شخصياً، يعني أنا اللي بسأل نفسي. فأنا عشان كده لازم أقدر أكون بجاوب نفسي بصورة كمان يكون فيها عقلانية ويكون فيها مودة وحب للآخر. عشان كده بنقول إيه بقى؟ إنه هدف مهم قوي لخدام اللاهوت الدفاعي هو التصدي لكل محاولة زعزعة الإيمان والتشكيك في الثوابت الإيمانية اللي إحنا استلمناها وعشناها وتعلمناها بداخل الإنجيل. يعني نقدر نرد على الناس اللي بيشككوا في وجود الله، هل ربنا موجود ولا مش موجود؟ طب هل في معجزات ولا طب هل الكتاب المقدس ده متحرف ولا صادق وصح بنسبه 100%؟ في الميه طب هل في اصلا شفاعه وقديسين؟ هل في كهنوت كل هذه الامور بت... يعني بتحتاج مننا في الحقيقه ان احنا نتعلم نرد عليها بصوره هادئه ومنظمه لكن بدافعها ايه ان احنا نثبت ولادنا على الايمان ونكسب الاخرين للايمان المسيحي احبائي هنختم بنقطه مهمه قوي انه هدف من ضمن أهداف اللاهوت الدفاعي هو تصحيح الأفكار والاعتقادات الخطأ عن الإيمان المسيحي هنا مش لازم بقى يكون بس في مجال الرد لكن في مجال أن أنا أعلم الناس وأعلم ولادي وأعلم الناس المحيطين بيا أن الإيمان المسيحي بتاعي في النقطة دي بيقول واحد اتنين تلاتة اربعة الإثباتات المنطقية هي الإثباتات الكتابية هي الإثباتات اللي بالعقل هي وبالتالي أنا كده كإني بدي تطعيم حتى لولادي انه حتى من غير تشكيك انت لازم تكون فاهم كويس قوي ايه الافكار الصح واصلح له الافكار المغلوطه اللي ممكن الشيطان يهاجمنا بيها ربنا يدينا ويديكم كل نعمه وكل كرازه وربنا المجد ما بدين الابد امين